في الفيديو ده يا جماعة هرد على تعليق احد متابعينا وكلام مهم جدا جدا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو في متابع جديد اول مرة شوفنا ما ينساش يشترك في القناة بالضغط على كلمة اشتراك من الاحمر اسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، وتابعوا معانا الفيديو للنهاية. في كلام مهم جدا لكل متابعينا وحبايبنا ومشاهدينا. ده تعليق احد متابعينا، تمام، بيقول ان على فيديو النهارده. الفيديو النهارده يا جماعه ده هتلاقيه هسيبه لكم في وصف الفيديو، كان فيديو لاسعار الخضار مع الحاج خليل، ده هسيب لكم الرابط بتاعه في وصف الفيديو. وفي اخر الفيديو هتلاقيه في شاشه النهايه، يعني تابعت الفيديو للنهايه هتلاقي الفيديو ظهر في شاشه النهايه، ممكن تضغط عليه تشاهده. كان اسعار اليوم للطماطم والخيار والبطاطس وبعض انواع الخضار. طيب احد متابعينا او احد مشاهدينا، تمام، ان متابعينا يعني ما بيكتبوش تعليقات زي كده، متابعينا عارفين ان احنا بنقدم محتوى طبعا حقيقي واسعار حقيقيه 100%. لذلك انا اليوم اللي ما بقدرش اتجمع فيه على معلومات حول الاسعار ما بطلعش فيه فيديو، ما ينفعش ان انا اطلع اي اسعار ولا اي حاجة وخلاص. لازم اكون متأكد الاول من الاسعار واشوف ايه اللي غلي واشوف ايه اللي انخفض، تمام، وبعدين بعمل الفيديو واعرض لكم الاسعار، تمام. طيب هو بيقول احلى تمثيلية عاملها انت والحاج خليل، احلى مسلسل عربي وفيلم عربي انت والحاج خليل يا نصابي. طيب النصاب ده حضرتك اللي يكون مثلا نصب عليك في حاجه، خد منك حاجه وما دفعش فلوسها وما اعرفش ايه كان فضله، انما انا بعرض يعني بعرض لك سعر السلعه، تمام، يعني انا بحاول ان انا اقدم محتوى يفيدك ويفيد غيرك، يعني بفيد المزارع، تمام، من ناحيه ايه؟ من ناحيه ان المزارع يعرف الخضار بتاعه بيتباع بكام في سوق العبور، وبيتباع برضه بكام في سوق الجمله وفي سوق التجزئه عامه. بفيد المستهلك اللي هو بيشتري، بيحس ان هو يبقى نازل مثلا عارف ايه الدنيا ماشيه كيف، عارف الاسعار، عارف انواع الخضار، عارف النوع الحلو من النوع الوحش، يعني بنعرض ده كله على القناه عندنا. وبنفيد برضو تاجر التجزئه انه بحيث ان هو يعرف برضو، يعني بنفيد يعني المجتمع، يعني الحمد لله. يعني فعادك لما تقول نصابين، طيب انا الفيديو طلع النهارده، تعال اشتري النهارده بنفس الاسعار اللي موجوده في الفيديو، واي فيديو في اي يوم اصوره مع الحاج خليل تعال اشتري بنفس الاسعار، او مع اي حد من التجار اللي بنصور معاهم تعال اشتري بنفس الاسعار، وانا ابيع لك بنفس السعر اللي موجود، وخد الخضار كله اللي موجود بنفس الاسعار اللي لقيتها في الفيديو، لا كتير ولا قليل. فيا جماعه كده ما ينفعش، انا بعرض ليك سعر، يا اما تعلق تعليق كويس، تمام، يا اما ما تعلقش، يعني من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. انا ما بكدبش عليك في اي حاجه، انا بعرض ليك سعر السلعه، وبيبقى التصوير قدام التاجر او تصوير او صوت زي ما بتشوفوا كده، بس بكون متاكد طبعا من المعلومه، ما اقدرش اعرض اي حاجه كده وخلاص، لازم اكون متاكد الاول. متابعينا يا ريت تقولوا لنا رايكم برضو، وتردوا على الاخ الفاضل، وتقولوا لنا برضو رايكم في التعليقات. انا يهمني راي المتابعين وراي المشاهدين اللي بيشوفونا، حتى لو مش مشترك في القناه برضو يهمني رايك، واحاول ان انا اقدم لك محتوى يفيدك ويفيد غيرك. لازم يا جماعه يكون في مصداقيه، احنا الحمد لله بنطلع الاسعار الحقيقيه للخضار.